حنا بخير. وفي الجانب الآخر من المدينة حنا مو بخير. للتنبيه، المشاهد اللي راح نشوفها في المقطع هذا مو في الصومال، هذه بالسعودية في وسط الرياض، الحي حي الجرادية يبعد عن مركز الرياض بالكثير 5 كيلو. في أول النهار رحنا حي الجرادية، حي لا يبعد عن وسط مدينة الرياض أكثر من 5 كيلو، حي ترابي في الغالب، الملابس بيني وبينكم مو بنظيفة، والحالة المادية جدا صعبة، الأطفال هناك بدون جزم والأبواب بدون أقفال. بالتنسيق مع مؤذن الحي رحنا نزور أول بيت، بيت أبو منصور، زرناه في شقته الصغيرة وبدأنا نقاشنا. والله بالنسبة عدد الأفراد اللي هنا، أنا عندي مزوج 2 حريم، طبعا عددهم معايا من هذه الحرمة اللي هي 6 أولاد، والحرمة الثانية اللي هي 5 أولاد. كم دخلكم الشهري؟ والله الحمد لله شهر يعني محدود، تقريبا يعني حدود من 4 إلى 5 آلاف ريال. اي نعم، براتب اقل من 5 آلاف يصرف على 13 شخص. تدرون كم اجار الشقة سنويا؟ اكثر من 30,000 ريال. دخلنا مطبخه. يعني احنا مثلا وش تعشون؟ نتعشى يا دقيق يا اي حاجه. هذا طيب الحين، طيب كيف ياكلون العيال ولا؟ يقول ابو منصور اكلهم في العاده وجبه واحده باليوم، والغالب تكون من الدقيق. دخلنا غرفته هو وزوجته، متفاجئنا بصراحه. هذا غرفه النوم الاساسيه؟ هنا انت تنام في السرير مكسر، يعني مصة طايح ولا بطانيات ولا عفش ولا اي شيء. بعدها انتقلنا لغرفة الاطفال، بس ما قدرنا ندخل نصور. هنا ما في كهرباء، شوف اللمبات ما في. تقدر تفتح الكهرباء تشوف اللمبات؟ ما في لمبات مكسر. ايوه ما في. هنا ناموا عيالك؟ هنا يناموا عيالك. هم بالاخير وانتم بكرامة رحنا لدورة المياه، سواء فتحت الباب وقفلته الوضع واحد. يعني الباب اللي قفلته مفتوح؟ اي مفتوح على طول، ما اعرف نصلحه ولا شيء. كسر مكسر. يعني حتى ما معك فلوس انك؟ ما عندي فلوس انا ما اصلح حاجه. اجل حنا بخير، ها؟ ما علينا. الحي هذا مساحة المنازل فيه ضيقة جدا، يعني لو تشوفون المنزل واحد عرضه تقريبا 5 أمتار، يستغلون كل الأماكن المتاحة لهم، يعني حتى السقف تلقاهم مغطينه عشان يخلونه دور ثالث لهم. شوفوا المكيفات، شوفوا الدرايش كيف. يعني الضيق المساحة تخلي الواحد يجبر نفسه أنه يغطي كل مكان يستفيد منه. طلعنا من عند أبو منصور ورحنا لأم فتحي. أم فتحي أم ل6 أطفال، مصدر دخلها الوحيد هو الضمان الاجتماعي. تقول أم فتحي، كم نتقالكم؟ يعني متى يخلص تقريبا؟ في 10 يوم بخمسة؟ ما عاد منه ولا شيء حاليا. يعني نص الشهر تقريبا ما يكون عندكم شيء؟ لا. وتجيكم تبرعات؟ طيب من أهل الخير إمام المسجد. يعني بالاخير طلبت منا ام فتحي نصور الفريزر حقها. ليش؟ شوف شلون. صور هنا جوا، ادخل داخل الكاميرا تشوف. هذا اللحم من وين؟ هو اللحم والرز، والله من جارته قسم بيت. هذا اللي شفتوه هو لحم، شكله مو زي اللحم اللي ناكله. عادي، حنا بخير. طلعنا من عند ام فتحي وبطريقنا لبيت ابو فهد شفنا اطفال يلعبون في الريره. رحنا نلعب معهم، قالوا اللعبة بريال. يا جماعة الخير ورب الحاجة بذاك الحي تخلي الواحد يشوف له أي مصدر دخل. بالله وين حنا بخير؟ الزبدة، دخلنا بيت أبو فهد. أبو فهد بالنسبة لي هو أصغر بيت دخلت بحياتي. حبيب البيت عرضه أقل من 5 أمتار وطوله أقل من 20 متر. وهن سألناه كم شخص ساكن معك؟ قال فرد في البيت. والله عندي طال عمرك حول 20 نفر. 20 ساكنين بالشايب، وبنت لي مطلقه معها ولد. يعني 20 نفر ساكنين في 25 في 5 أمتار. طيب
أبو فهد طبعا عايش ببيت طين ملك، يعني ببساطة أزي من غيره. حمامه أقل من متر في أقل من مترين، وإذا أمطرت صب عليه المطر من السقف، بس تدرون حنا بخير. راتب أبو فهد 2500 ريال شهريا، يصرفه على 20 شخص، لا وعليه قروض بعد. وفيها أقساط. في أقساط. فيها طال عمرك بنك العربي له طال عمرك 600 ريال و30. طيب وش بعد؟ وفيه طال عمرك بنك التسليف له 750. زرنا بالأخير إمام الحي وسألناه الفقر بحيكم وش سبب فيه؟ قال تكاثر بيع أعزكم الله المخدرات وغيرها، بل وجد للأسف الشديد وأقولها بحرقة من يستخدم الأطفال لبيع هذه المخدرات، والأطفال يتجاوب مع هذا لماذا؟ للحاجة. تبون الطامة الكبرى، في بعض العائلات يبيع الأب عرض حريمة عشان الفلوس. اسمعوا، أيضا وجد من يبيع للأسف عرضه لأجل المادة، يعني عرضه وعرض عائلته. نعم نعم. إلى مقام الملك عبد الله، احنا بصراحة ندري ان حكومتنا ما راح تقصر مع الفقراء، لذلك في نهاية كل لقاء كنا نسأل المحتاجين لو في رسالة تبون توصلونها للملك عبد الله وش بتكون؟ قالوا والله نبغى منه المساعدة، بس أنا يا منا في بيت، لو يا منا في بيت في عيالنا الله يجزي بالخير. لا ولا شيء والله، الحمد لله، يعني لا بأس بالنسبة لنا، بس يعني طايح البيت ونبغى نطلع منه. والله حنا طال عمرك نسلم عليه ولا نبغى منه أي شيء غير بيت. حلنا في هالحلقة ما راح يكون حل كبير، يعني ما راح نقول الحكومة لا تبرع برا وتخلي تبرعها جوا، لا، نبي نتكلم عن الحل اللي تقدر تشارك فيه أنت. الحل الأول، المجموعات التطوعية تطلع وتشوف وتسوي استطلاع كامل عن الأحياء الفقيرة وتشوف احتياجاتهم، وبعدين تجيب مثلا الأرزاق والبضائع لهالفقراء. الحل الثاني، نبني موقع إلكتروني، الموقع الإلكتروني هذا يسوي استطلاع للفقراء ويحصر الاحتياجات كاملة، الاحتياجات المالية، الاحتياجات المادية بتفاصيلها، هذا يبي سرير، هذا يبي بيت، هذا يبي أكل، وبعدين يصير حلقة وصل بين الأغنياء والفقراء، اللي يبي يتبرع بريال يتبرع، اللي يبي يتبرع بمية، اللي يبي يتبرع بألف، المهم هذا الموقع يكون هو موقع للصدقات. في بعض المتبرعين يعمل بالخفية ويتصدق على الفقراء، مثل فاعل الخير اللي تكفل بالتبرع للمحتاجين في حلقتنا هذه، بالإضافة للعديد من الجمعيات الخيرية مثل مؤسسة الراجع الخيرية ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية. أيضا هناك الجهود الحكومية في هذا الجانب.